بمشاركة 797 عارضاً انطلقت الطبعة 26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية. الصالون الذي سجل حضور 14 دولة أجنبية عرف مشاركة واسعة للمؤسسات الجزائرية للتعريف بالمنتوج الوطني الذي يعول عليه لاستكمال وبعث عديد من المشاريع التي يشهدها قطاع السكن في الجزائر. حالياً تقريباً من سنة 2020 لسنة 2023 المليون ومئتين وخمسين ألف وحدة سكنية أنجزت، وقيد الإنجاز تقريبا 350 ألف وحدة سكنية اللي هي قيد الإنجاز. كل هذه المشاريع تخلي ديناميكية في قطاع صناعة المواد البناء، وتخلي كل هذه المؤسسات الإنجاز ولا كل هذه المكاتب الدراسات تمشي معنا باش نقوم بإنجاز هذه المشاريع بطريقة جيدة، بنوعية جيدة وبطريقة جيدة. 2019 كنا نستورد المواد البناء، بعد قرار السيد رئيس الجمهورية في 2019 ان ب 2020 اننا نحبس استيراد مواد البناء. هذا ما اهل وبعث والى ستيمولي المتعامل الاقتصادي باش يمشيوا للاستثمار. استثمرنا اليوم، عندنا اكتفاء ذاتي، ننتج حوالي مليون سكن في السنة ب 100% جزائري، لكن اكثر من ذلك نصدر اكثر من مليار دولار. صالون باتيماتاك الذي يمتد إلى غاية 9 من الشهر الجاري يعد أيضا فرصة للتعرف على جودة المواد والمعدات المعروضة، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة وآخر التكنولوجيات في المجال والتي طورت بأياد جزائرية. L'avantage d'une société qui m'a la note, c'est le transfert de technologie. Une Jibo, une technologie étrangère de grande qualité, informe nos équipes en local pour avoir la technologie هنايا pour plus tard ou علاش لا لا d'ici peut-être quelques années produire nous-mêmes nos propres machines ici en Algérie. الأسقف والجدران الممدودة هي حلول مبتكرة عصرية اللي تقدر تكون يعني بيرسوناليزابل، الي رابيد في الانستالاسيون، سما سريع التركيب، دونك الي ديورابل ثاني في لو طون. الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والاشغال العموميه فرصه لتعزيز القدرات الجزائريه والرفع من جوده الانتاج بما يستجيب لحاجيات السوق الوطنيه.